السينما، يعني الناس بتمشي السينما عشان تحضر كونتنت. في كم سينما هنا بره ممكن نعمل فيها ايفنت بابليك؟ واحدة؟ ثلاثة؟ عليك الله اثنين. هنوين لو واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ عليك الله وروي لو عشان نعمل فيهم تيدكس سينما. أخيرا وليس أخيرا في تيدكس إن بوكس. تيدكس إن بوكس دي برضه جات بمبادرة من واحد من الدول النامية، قال احنا عايشين في العشوائيات. يعني هو زول كعامل بتاع منظمة بيعرف تيدكس وبيعرف أهميتها وكيف إنها ممكن الناس تستفيد منها، وشايف هو في الإسلام اللي هو العشوائي بتاع كيبيرا في كينيا هنا ده، شايف إنه في ناس عندها أفكار جميلة جدا جدا. بالمناسبة العشوائي بتاع كينيا ده أكبر عشوائي في العالم كله، يعني ممكن يكون سكانه أكثر من سكان خرطوم كله عشوائي. فدي هو في نوع بتاع حياة، والحياة طبعا بتجيب معاها البشر ده مبتكرين إنه يا أخي أنت أقول لي موية من هنا لهنا بدل ما أعدلها ممكن أعملها في حاجة عجلة سوقة ولا بتاع، ممكن الباقة بتاعتكم عبارة عن عجلة هي ذاتها مش كده؟ فكيف احنا ممكن نشيل الافكار اللي بتيجي في الاسلام ده ونخدها عشان عارف كل في الحته اللي فيها في افكار. في العمل حاجه اسمها تيدكس ان بوكس. تيدكس ان بوكس بتتعمل في حته في العاده ما فيها اي نوع بتاع تكنولوجيا. فالبوكس ده جواه في بروجيكتر، جواه في دي في دي بلاير، جواه في مايك سبيكر كده، والكاميرا الكاميرا عشان تصور الموضوع نفسه. كل الحاجات دي البطاريه بتاعتها كبيره جدا. فهو معمول البوكس الواحد بيكلف زي 2000 دولار، وفي ناس بيتبرعوا بيه للحتات دي على اساس انه الحتات دي نوع الكونفرسيشن ونوع الافكار ونمط التفكير بيتغير. فاي زول راغب في تيدكس ان بوكس دي برضه ممكن يتصل بي. التيدكس ايفنتس الاحصائيات بتاعتها حد اسي قيمه اكثر من 3200 حدث في 125 دوله في اكثر من 1100 مدينه. الفيديوز اللي طلعت من تيدكس من تيدكس اكثر من 13000 فيديو. انا بقول لكم الان في احصائيات ثانيه شفتها سي لكن ما نازله في البتاع ده. من التيدكس ايفنتس اطلعوا بتيد دوت كوم اكثر من 110 اكثر من 110 كوم من تيدكس. يعني الزول لما يطلع تيد دوت كوم يا اخوانا مع نازل كان جوا تيد ويتكلم. فهي فعلا تيد لايك ايفنت، حاجه شبيهه بتيد بيروسها من تيد. هم بيدوا جاي لاينز، يا اخي اسمع جيب لي السبيكرز يتكلموا ما يجي واحد يشكل في نفسه. انا وعملت الدكتوراه يا راجل. اي عارفينك لكن فكرتك شنو تقدر تقدمها لنا؟ ثاني حاجه ما تجيب لنا زول يبيع لنا من الاستيت، والله المنتج بتاعي ده افضل منتج، طب اثبت ما عارف شنو الخبير الفلاني، لا تكلمني عن الفكره، تكلمني عن شغفك حول الموضوع ده، انت ليه بتعمل الموضوع ده؟ دي الحاجه اللي انا اسمعها منك عشان تلهمنا ان احنا لازم نعمل زيك ونعمل افضل منك مش كده؟ ف النسبة اللي طلعت من تيدكس لتيد دوت كوم نسبة عالية جدا جدا، لأنه تيد فيها كمية بتاعت شغل شغال. هل احنا في السودان عندنا منظمة اسمها سودان تيد، منظمة أنشئت أساسا على أساس إنها تبروسس كل الدوكيمنت وورك اللي بيحصل مع المؤسسات مع تيد مع 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 السوداني. لأن احنا في السودان احنا محتاجين إنه زول يدينا قروش راعي، والراعي ده قروش بتاعته لما يدينا لازم يدينا في بنك حساب بتاع بنك، حساب البنك ده يكون عندك جهه اعتباريه، كان حيقدر تخاطب منه ده تخاطب منه بتاع، لكن شغلنا كله بيعتمد على الانترنت، احنا شغلنا كله سوشيال ميديا، كل الناس اللي حوالين تيد وتيد اكس في السودان هنا ده الشرابط اللي بيفضل بينهم هو عباره عن فيسبوك بتلاقوا فيه بنفسك بتصور الحياه كلها، بعد كده لما يكون قريب الايفنت بنتلاقى الاعضاء بنتكلم فيه انه كيف نعمل الحاجه دي كيف نسوي دي. عندنا التيم هيراركي عباره عن 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 البيست براكتس بتاعت الاورجنايزيشن. الكلام ده بيهم الناس المهتمين بالتنميه الذاتيه، التنميه البشريه، انه كيف اعمل لي افضل تيم عشان نطلع افضل حدث. لان حدث يا اخوانا يعني المعرض ده مثلا قبل المعرض كان في شغل، في اثناء المعرض بس في شغل، بعد المعرض في شغل، منو اللي حيكون مزول منه؟ المشكله بتاعتنا هنا ده انه المعرض بيكون زول واحد. زول واحد انا زلمه ليها المويه وين بتاع وين البروجيكتر زول واحد انا ارجع له. في حين انه المفروض الكلام ده يكون تيم وورك، المفروض يكون تيم وورك. عشان يكون تيم وورك بصوره صح في بيست براكتس، في ناس جربوا دي وفشلت دي وفشلت دي وفشلت لحد ما جربوا حاجه طلعت ممتازه. هل المجتمع بتاع تيد لان المجتمع بتاع مشارك للمعرفه وناشر ليها يقول لك اسمع دي افضل براكتس انا عملتها يا اخوان عندي شوفوها. ونحن في تيدكس على طول لانه هدفنا اصلا نشر المعرفه وبتاع يقول لك اخوان والله دي افضل براكتس جاتنا من الحته الفلانيه احنا طبقناها ونفعت فيها الحته دي فخذوها يا اخوان خذوها عندكم. هدفنا شو في النهايه؟ انه الايفنتس بتاعتكم افضل ما يكون، انه العلم بتاعنا يكون افضل ما يكون، الشعب السوداني يكون افضل منكم، السوداني يكون افضل منكم.
فالمنظمه ما بدات لحد هسه عملنا 6 مؤتمرات، 3 منهم لايف زي شفناه في الفيديو قبل شويه، و3 منهم ستاندرد، يعني كان فيهم متحدثين وحضور وفيديو برودكشن واعلام والى اخره والى اخره. الاول كان في 2011 في شهر 4، الشعار بتاعه برضه ده حاجه محدده علينا، وبعد ما نعمل الشعار بنقول بنعزم المتحدثين بتوعنا. الشعار الاول بتاعنا بدينا به سؤال، قلنا من نحن؟ هو وي ار. هو وي ار ده طرح السؤال ده ذاته، هو في البدايه كان هو ار مي، وقام اتعدل لبيجا هو وي ار، لان القصه بتاعنا ده انه اللي عرفنا منه بالناس اللي فينا بيعملوا في حاجات كويسه. فجانا واحد فيلسوف سوداني، وعندنا فلاسفه، وعندنا مفكرين، وعندنا ناس رائعين جدا جدا، قال لنا اخواننا انتم موجودين ولا يعني في عدم؟ انتم موجودين وعايز تقدموا نفسكم، ولا انتم ما موجودين وعايز تلقوا نفسكم؟ دخل احنا موجودين بدنا نقدم نفسنا، قال خلوها هو وي ار. يبقى الفعل ار ده يكون قاعد في النهايه مش قاعد في النص. لانه لما تقول هو ار وي انت ما عارف انت من قدر تلقى نفسك. فاي حاجه بنعملها اخواننا بتحرك لنا يعني الكونفرسيشن، بتحرك لنا افكار، بتلقى النيرونز تحت المخ دي قاعده مرتبه دي. ها؟ والنيرونز المرتبه ده هي الجرايد اليوميه الموجوده ونصها كذب ونصها بتلقاها تتحرك، تسال اسئله حقيقيه، تحاول تحل قضايا حقيقيه وتحسين كده جزء من العالم يعني. وانه انا ممكن اساهم في الموضوع ده لانه انا قبل كده قريت عنه ولا انا جربته ولا بعرفه، مش كده؟ الايفنت الثاني بتاعنا كان عباره عن شباب، والشعار بتاعه كان يس يوث كان بي ذا تشينج، او يس يو سبيسيفيكلي انت ده ممكن تكون التغيير. في سؤال سخيف هنا في السودان بيطرح طوال، يقول لك ها هو البدي شنو ده؟ انا افضل زول رد عليها، رد عليها واحد يعني مفكر محترم جدا، قال يا ايها الذين امنوا لا تقنطوا من رحمه الله. مش كده؟ انت مهما كان حالتك بتاعه كده، في بديل، في بديل، انت وين وانت تفتشه، لكن في انت ده ممكن تكون البديل. فالشعار ده طرحه الشباب نفسهم وبدوا يجاوبوا عليه عبر الحاسات عدم قدموها. المدور الثالث بتاعنا كان هو التفكير الايجابي، بوزيتيف ثينكينج. فانتم ممكن تشوفوه هناك في الركن بتاع تيدكس برضه داخل البتاع. والتفكير الايجابي ده هو كان موضوع طويل جدا، موضوع يعني عملنا فيه ضمن براكتس برضه ممكن نتشاركها مع المجتمع ككل، انك كيف تعمل براندنج لموضوع محدد، انه كيف ان احنا نقول احنا في تيدكس خرطوم اللي هو موجودين في خرطوم موجودين في السودان، ان احنا بوزيتيف ثينكرز، احنا مفكرين ايجابيين. والكلام ده تشارك فيه 50 عاصمه، يشارك فيه 130 نفر، ال 130 نفر كل واحد فيهم عباره عن مفكر ولا منفذ ولا ليه ولا حاجه عامله، ما كلام سهل. جميل؟ فهتكلم انا بالتفصيل عن كل واحد من دول، لكن ده بقول لك ان المؤتمر الجاي كان عباره عن صالون صغيروني، والشعار بتاعه انتربرينور شيب، رياده الاعمال. فاحنا هسه حاليا بنفتش في المتحدثين رواد اعمال، ناس من سكراتش كده عملوا لهم حاجه ما شفناها قبل كده، او عملوا حاجه اتعملت قبل كده لكن بصوره مختلفه. مش كده؟ لان نسمع الناس دي، وانه كيف احنا الناس كلها بائسه كده والناس محبطه وبتاع، الناس دي رواد اعمال عملوا حاجات والبزنس بتاعهم جروينج يعني ماشيين طوالي، والليله في المنطقه العربيه وبكره في افريقيا وبعده في العالم كله. مش كده؟ الناس اللي بيعملوا الحاجات دي كيف ده هيكون الموضوع بتاعنا؟ في تيدكس هيكون في بورسودان قريب، شعار التعليم لنبدا بالتعليم. في تيدكس في جامعه الخرطوم هيتعمل برضه تدريبات دي. اللي بقولهم دي الناس اخذوا الرخصه من تيد والمفروض يعملوا التيدكس ايفنت بتاعهم. بعرفوا انهم عندهم مبادره عشان يعملوا تيدكس بتاعي. في اخونا احمد خليل ده عمل تيدكس في جزيره الصايب. في واحد اسمه علاء ده عمل تيدكس في جامعه السودان. في واحد اسمه ابراهيم ده عمل تيدكس في دبي. في دكتوره مايا طوبيا بعدها تعمل في تيدكس وومن. في مبادرات كثيره لاقامه تيدكس. جميل؟ دير المتحدثين بتوع تيدكس خرطوم 2011 ما ظهر لكم هنا، لكن منهم مثلا في الانترتينمنت كان في دكتور فاتح حسين، كان فرقه سودانيين، في الناس الاكاديميك كتير خلفيات مختلفه، بروفيسور بلقيس بدري، الدكتور احمد معتز الحاكم، الدكتور عصام صديق، الدكتور غاده كدوده، من الناس بتوع الكوميونتي كان في الطيب فرح، وفي مصطفى خوجلي من الناس المعلمين الاديوكيترز، كان في فدوى سعد، وبرضه دكتور نصر الدين، محمد احمد شريف، ومجموعه كان في 14 متحدث واثنين لايف بيرفورمنس. في 2012 يقول الشعار بتاعنا كان التفكير الايجابي، والتفكير
التفكير الايجابي ده اخوان عملنا اللقاءات مع 130 شخص مختلف. بنلقى الزول بنقول يا اخي عليك الله اعمل لنا الفورمه دي. السلام عليكم تلك سرتون، انا فلان الفلاني اعتقد انه التفكير الايجابي هو كذا 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 كذا. الليسته دي كلها موجوده في اليوتيوب. بتاعت الفيديوز دي عملناها كلها موجوده في اليوتيوب ممكن تشوفوها. لانه نحن كل ذلك نعمل لانه نوري الناس ما هو التفكير الايجابي. او ماذا يعني ان تكون مفكر ايجابي؟ تكلموا في المؤتمر مجموعه من الناس دي الاسئله كلها مطرحه. بعدين كنا بنقول للناس برضو ادونا مثل بيحس الناس على الايجابيه. البروشور اللي عندكم ترى شفتوا فيها اول صفحه فيها امثال سودانيه تعاصليات ود البدري زميل مثل بيحس على الايجابيه ها؟ وبعدين المال تلتو ولا تلتو الى اخره. فالكلام ده احنا كلنا بنعمل هايلايت بس على راس الموضوع. بعد كده الناس ممكن تمشي فيه ديبر. الحقيقه اللي اكتشفناه في شعار بتاع التفكير الايجابي انه حاليا في ناس بياخدوا بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في كيف يغيروا الروح بتاعت المؤسسه والسلوك بتاعها عشان تكون ايجابيه. اللي بنقول عليه الاورجنايزيشن بيهيفير سايكولوجي تقريبا. ومن الناس اللي شاركوا معانا في الاستطلاعات بتاعتنا البروفيسور هانس روزلين اللي هو خبير الصحه العالم السويدي. الزول ده مجله تايم الامريكيه طلعت السنه دي في عن اكثر 100 شخصيه مؤثره في العالم كان موجود فيها. وشارك معانا ناس ثانيين برضه لا يقل اهميه موجودين كلهم في الليسته دي. بالمناسبه البرزنتيشن دي بعدين ممكن تشيلوها معاكم في الفلاش بالاضافه للمحادثات بتاعت تيد تيدكس خرطوم السنه 2011 والشباب و2012 كلهم ممكن في الفلاش تشيلوهم من الامتناع بتاعنا هنا. كرييتيف كومنز يعني ما قاعدين نبيع حاجه. اما المجتمع ده يكون افضل عبر الافكار. في 2011 حضروا مؤتمر 1050 فيهم ناس كانوا في زياره للسودان صدفه من مؤسسات دوليه وبتاع سمعوا تيدكس خرطوم اتصلوا بينا وقالوا نحضر تيدكس منهم رجل الاعمال الرحاله جاكوب جيلت ديكر ده الزول ده اتكلم في تيدكس امستردام وجا هنا ده من ضمن الرحله بتاعته حول العالم كان جاي بجراويه ومصورات قاعد في فندق في خرطوم قال في مجله سودان فيجن في انتري ده انه في تيدكس خرطوم هيحصل قريب. اتصل قال اخوانا لازم احضر. فعلا جاء. كان مرافقه عضو في البرلمان الهولندي اسمها ساندرا برضه الاثنين دول كانوا موجودين. فعشان تشوف النتورك بتاع تيدكس قويه كيف. يعني زول بيكون من هنا. في برضه حكايه لكم في الموضوع ده. في واحد من هنا شاب سوداني مشى دوره في اوروبا. هناك في الدوره نفسها كان حول البيزنس تقريبا ولا حاجه بشكل ده. في زول طرح فكره جديده في البيزنس نظريه. الزول ده عنده شركات بتاع تيليكوم في اوروبا كثيره. فداير الناس يطبقوا له الموديل بتاعه ده ويدوه فيدباك يقول لي الموديل بتاعك ده بينفع في الحته دي ما بينفع في الحته دي. الزول ده لما جاء وقف قدامه قال له انا ما حقول لكم انا ادوني كم عشان اجي احاضر. انا حقول لكم انت قاعد تحسب كم وانا قاعد احاضر بس. كل دقيقه عنده كل ثانيه عنده بيجوش كثير. في الحته دي الناس بيتكلم في الموضوع ده في واحد فاكس الزول ده قال لي ده عندك انت في السودان. في الحته دي الزول ده لما جرى هنا اتصل بينا قال يا اخوان ايه تيدكس ده بالمناسبه في وشك عشان لازم ندعمه يعني ما عندنا طريقه يعني لو طلع بفصلي بيبقى لنا في وشنا احنا ليه تيدكس في امستردام كل اوروبا دي دار تحضر الويتنج ليست بتاعته بيكون فيها الاف البشر و400 يورو عشان تدفع عشان تخش بيجي يتكلم فيه مثلا وزير الدفاع الهولندي تكلم فيه المؤسس بتاع الشفافية الدولية ناس شخصيات كلها كبيرة. فالشخص ده موجود هنا معانا وفي ناس كتار يكونوا دار دعم. ده أول تيم عمل تيدكس من متطوعين ما أعرف أنا شايفينه ولا لكن 80 نفر 80 شخص كل الناس دي تلمينا أساسا في الفيسبوك. بنبدأ من الناس يكونوا أساس الجامعات ولا بزنس بروفيشنالز ولا أركتكتس ولا ميديكال دكتورز بنصل لحد طلاب في سنة أولى في سنة ثانية في الجامعة وكان عندنا واحد من الهاي سكول من الثانوية برضه موجود في التيم بتاعنا. تيدكس خرطوم احنا بناخده كجو ما بناخده كايفنت حفلة حفلة وانتهى. احنا بناخده كموفمنت كحركة كاملة. فبالتالي الايفنت نفسه عنده حاجات مبادرات مصاحبة. في 2011 كان من مبادرات هنا خرطوم دي وين؟ قلنا نعمل لها بروفايل للخرطوم نفسها عشان لو فتشت تيدكس خرطوم تلقى تيدكس خرطوم وتلقى معاه ما هي الخرطوم نفسها. انا عشت في كوريا 7 سنوات في اسنان الدراسه بتاعتي ودائما ما بيسالوني انت من وين؟ يقول لهم انا من السودان. السودان ده وين؟ نقعد نوصف والله يا ابني ما اعرف شنو مصر وشمال.
دائما دائما بيكون مضاف اليه. ما عندنا طوارئ بيعرفونا السودان. فالكلام ده كنا عوير بيو عملنا مبادره عشان نوري الخرطوم هي وين فيها شنو. من ضمن الحياه دي كنا مركزين عليها انه نوري انه الخرطوم دي ملتقى النيلين. النيلين بتلاقوا هنا هون. والنيل ده المفروض انه براند لينا احنا ما بتاع سودان. ثاني حاجه انه السودان ده البلد اللي فيه الاهرامات او البدك فيه الاهرامات. لان عدد الاهرامات الموجوده هنا ما في حته ثانيه في العالم. وانه اهراماتنا انسرقت. اهراماتنا كلها فوق مكسره الان فوق فراعنتنا هنا المساكين قاموا يحطوا الثروه بتاعتهم فوق. الكلام ده احنا ما عارفين ليه الناس كسروا الحته اللي فوق دي سرقوا الحاجات كلها. المهم لو جيت خرطوم في البروفايل ده تقعد وين؟ تاكل شنو؟ تمشي وين؟ تزور شنو؟ تشتري شنو؟ ده كان مبادره بتاعتنا والبروفايل موجود حاليا في الموقع بتاعنا. ثاني حاجه عملنا اندرويد ابلكيشن. اي زول عنده تليفون اندرويد هاتف ذكي ممكن ينزل الابلكيشن بتاعنا شوف هيتكلموا منه هيتكلموا في شنو؟ هيتكلموا متين؟ كيف تشوف التوكس بتاعتهم؟ دي برضه كانت موجوده. وبعدين عملنا مساهمه لكل التيدكس كوميونتي في العالم ان ترجمنا الموارد. كيف تعمل تيدكس للغه العربيه؟ اللغه العربيه تكلمها 300 مليون شخص حول العالم صح؟ 300 مليون دي تقدر تعمل تيدكس كيف؟ ترجمنا الكلام كله خدناه باللغه العربيه. كان حاجه يعني عندها صداها. ده البروفايل بتاع الخرطوم موجود في الحته دي. ده اندرويد ابلكيشن موجود في اندرويد ماركت. وكان عندنا برضه قصه نجاح كبيره جدا انه التصميم بتاع المسرح بتاعنا اختارونا ستيلكس كبار ضمن افضل التنفيذات اللي بنقولها البيست براكتس. كان البيست براكتس من المسارح اللي اختاروها كده. المصمم بتاع المسرح نفسه عمار حجر من هنا ده طوال الدرس بقى مصمم عالمي. مصمم متطوع متطوع ما اخذ منه قد انا قروش ولا بتاع ولا حاجه. انا ممكن اساعدكم في الموضوع بتاع الستيج ديزاين ده. عمل الستيج بتاعه خدينا عرضنا حاجات اللي عملناها في تيدكس دي قالوا الستيج ده كويس جدا بيست براكتس. البيست براكتس ده 21 مسرح من 3200 مسرح. خد الكلام ده بس على صفقه. شكرا جزيلا. ده المسرح انا ما عرفت شايفينه كويس ولا لا، لكن بعدين ممكن تشيلوا الباوربوينت وتشوفوه بصوره افضل. فهو كان عباره عن حلم الحمد لله اتحقق يعني. المؤتمر الثاني بتاع الشباب تكلموا فيه مجموعه بتاع الشباب تكلموا عن قضايا مختلفه. وفي تيدكس احنا كمنظمين بنستمتع بفن الاستماع. الفن المفقود يعني. يجي يتكلم معي يقول فاهم فاهم فاهم. يا اخي تلاقي اسمع فاهم ولا انت تكون بيتكلم من بنود الكلام من خصمه يقول لك انت اسمع ناس عنيتك. وانت بتقول اللي بدك تقول الكلام. المهم فبنستمع لكميه بتاعت افكار من ضمن الافكار دي في افكار بسيطه بتنجح انها تيجي تتكلم في المنصه بتاعت تيدكس. في شباب رائعين جدا لكن في دي المحتوى بتاعنا كله موجود في اليوتيوب. دي ندات اشوفه زي ساعتين وخمس دقائق من الافكار بتاعت الشباب السودانيين موجوده في اليوتيوب الان ممكن تشوفوها. دي الشباب الاورجنايزرز معظمهم طلبه جامعات كلهم ناس في 20 18 19 ما اعرف شنو. اديناهم فرصه بتاعت ينظموا. وانا هنا تحدينا نفسنا تحدي صعب خلاص انك تجيب لك زول تقوم تخدمه في انه تنجح له الحدث بتاعه وانت ما مقتنع بالفكره بتاعته. رايكم شنو؟ صعبه مش كده؟ والله يا اخي انا والله الموضوع عندي على تحفظ. يعني احنا رغم التحفظ والبتاع كنا منفتحين بانه نسمع الكلام بتاع الناس دي لانه ده كلامهم هم. احنا ما جايبينهم عشان يحكوا قصتنا نحن. جايبينهم عشان يحكوا قصتهم هم. ودي حاجه الفلكسبيتي بنلقاها وين؟ في تيدكس ما بنلقاها في حته ثانيه. الله اعلم. المهم الشابه اللي اسمها وفاء لميني هي اللي بدت لنا الشعار بتاع التفكير الايجابي. هي اتكلمت عن انه البلد دي الناس فيها محبطه كل زول بعين الشمس 10 10 بعين رفيقه عامل كيف ما عارف شنو. واحنا من الصباح ما نصبح بنتكلم كلمات سلبيه يقوم كل واحد بيأثر بيعمل حركه كده بتاعت سلبيه في الناس اللي حواليهم تبدا القصه كلها عباره عن تفكير سلبي. وفي نهايه المطاف الانتاج بتاعنا بينزل لتحت. ده التفكير السلبي. ونحن محتاجين له هو التفكير الايجابي. المحادثه بتاعتنا لما اتخذت في اليوتيوب لحد الليله اتشافت اكثر من 25000 مره. الزوله دي اتولدت وتربت لفتره طويله في ايرلندا، فالاكسنت بتاعها بتاع الكلام انجليزي بريتش ايريش ايريش. تدري شنو؟ انه والله التفكير الايجابي انتم محتاجين في السودان بس. احنا كمان محتاجين في اليونان. هم الازمه الاقتصاديه بتاعت الايام من وين؟ مش كده؟ فبدا في نقاش عالمي يدور بين مؤتمر شباب
بنفس المستوى الخطوه. فده عشان كده كنا اخدنا ودراسه بالمنافسه الانجليزيه التايلانديه وتاني بالبولنديه والاسبانيه والصينيه والصربيه. هتلاقي نفسها صوت العرب. دي الحقيقة بنحاول نعملها عبر مؤتمر تيركس شباب الخرطوم. بالنسبة بتاع التفكير الإيجابي بتاع السنة دي في الفيديوهات بتاعته كلها الكونتنت بتاعها زي 5 ساعات و15 دقيقة لأنه اللقاءات والتوكس والتو والعربات لاند روفر من انجلترا. طيب احنا ما عندنا سوداننا برضه احنا الشباب عايشين هسه دي وعندنا اشتراكات لهذا المعرض هسه احنا فيه ده ولمتكم انتوا دي كده مع بعض دي ما حاجة إيجابية. ده سوداننا المفروض نكون فخورين بيه يعني. ده زمننا احنا المفروض نعيشه. فعلا احنا نعمل ريكوجنيشن للماضي لكن ما في المفروض نعيش فيه. نعيش في حاضرنا ده ونفكر لمستقبلنا يعني. فالمحادثه بتاعته دي كلماتها كانت منتقاه بعنايه وكانت رائعه من طارق هلال شخصيه يعني بابليك سبيكر ممتاز جدا جدا. فتم اختيار المحادثه بتاعته ضمن الايديتر سبيك بتاع تيدكس. تيدكس بيطلعوها كل اسبوع الاف المحادثات بيختاروا منهم 4 فقط. 4 ديل بيختارون محررين تيدكس ديل التوكس اللي اخواننا يستحقوا يشوفون. المحادثة بتاع طارق هلال تم نشرها في المجتمع بتاع تيدكس سنغافورة. تيدكس سنغافورة ديل من شدة ما يعني ناس مميزين جابوا أكبر متحدث في تيدكس على الإطلاق أو في تيد على الإطلاق. جابوا معمرة عمرها 103 سنة. اتكلمت عن عمل الخير بتاعه. والزولة دي نصيحة زيه وزيك. والزولة دي حاليا عندها منظمة بتاع عمل خير شغالة فيها. فالمجتمع تحت تيدكس سنغافورة مجتمع متفتح ومجتمع ممتاز. شالوا المحادثة دي قالوا المحادثة ممتازة جدا بتتكلم عن التاريخ بصورة مختلفة بتتكلم عن الحاضر وفيها هوب للمستقبل فنشرها فيما بينهم. جمع الناس المفاجأة الكبرى كان انه ناس تيدكس نفسهم شالوا المحادثة وخدوها في تيدكس الهوم بيج. ثاني محادثة كانت مؤثرة جدا بالنسبة للناس هي محادثة مجمرة عن جائزة غادة لقدام الشباب